سريعة وبحرك فين؟ أنا حركة خطايا. بدأت تحضيرات نادي عمود الرياضي هذا الموسم مبكرا لخوض غمار دوري أندية الدرجة الثانية بكرة القدم على مستوى سوريا بترتيبات جديدة وتحضيرات مميزة على مختلف الصعد الفنية والإدارية. فقد تعاقد النادي مع الخبرة الوطنية الكابتن أحمد الصالح أبو شادي كمدير فني لرجال النادي. الكابتن أحمد الصالح كيف يرى تجربته الثانية مع نادي عمودة؟ نادي عمودة من الأندية العريقة بالمحافظة وإلى باع طويل بالمواهب، مواهبها انتشرت على مستوى المنتخبات السورية، مثلت المنتخب الوطني بعدة فئات. هذا الشيء كان شرف لإلي أنه أكون محل ثقة لجماهير نادي عمودة ورياضيين عمودة أني أستلم تدريب للمرة الثانية بنادي عمودة. طبعا التجربة الأولى تركت حسنات وبصمات إيجابية بهالنادي، شجعتني أني أعمل محاولة ثانية، وهي المحاولة أنا متأكد إن شاء الله تكون ناجحة بسبب تكاتف الجميع. إداري الفريق لهذا الموسم الكابتن إبراهيم العلي يوضح لماذا كان اختيار المدرب أحمد الصالح مديرا فنيا لنادي عمودة. دائما نادي عمودة يبحث عن الجديد في مجال، خاصة في مجال التدريب، لذلك تم التعاقد مع مدرب خبير ذو كفاءة عالية مثل المدرب أحمد الصالح أبو شادي حتى يستفيد منه نادي عمودة بشكل خاص والمدربين للفرق الشعبية بشكل عام. عين نادي عمودة الرياضي للمرة الأولى في تاريخه مدربا مختصا في مركز حراسة المرمى لرجال النادي. الكابتن ماجد العلي حارس نادي الجزيرة سابقا يقول: طبعا تجربتي بنادي عمودة بادرة كثير حلوة من إدارة ورئيس نادي عمودة أن يحط مدرب حراس، يمكن هاي أول مرة بتاريخ النادي أن يحط مدرب حراس، وأنا سعيد جدا أنه كلفت بهذه المهمة. طبعا عمودة تمتلك خامات رائعة جدا كحراس مرمى وكلاعب، أنا بالنسبة لي كمدرب حراس بدي أتكلم عن حراس المرمى، عندي خامات رائعة جدا يعني مستقبلية مو أنية حاليا، يعني ممكن يكون لاعب حارس أو حارسين ممكن يعني نقدر نشاركهم بالدوري، ولكن احنا بحاجة كمان إلى حراس مرمى. تدريبات نادي عمود الرياضي بكرة القدم جارية على قدم وساق في ملاعب مدينة القامشلي ومدينة عمودة تحضيرا للموسم الكروي 2016-2017. عيسى شيخو، RTFM، ملعب عمود المعشب.